هذيك السيدة يعني السيد جاي جا نازلة لو طلع على يجبولي، وملي وصل لديك المنعرجة ديال يجبولي وقيل واقف وقف وقيل شاف واحد النصراني يطلب منه شي حاجة وقف تما، وملي هبط من الطوموبيل من ناقل المجدوج صافي الطوموبيل زادت وقيل سخن ليها فران امان ولا ما عرفت. المهم هادشي اللي سمعت انا، وحنا ملي شفنا داك الشيء في الفيسبوك والاخ ديالنا كان الاخ ديالي كان فازيلا وعيط لنا قال لنا بلي غادي يطلع البلاد صافي شكينا في الراي، وملي كان صنع عليه ما كيجاوبش، وملي صنيت لواحد السيد كاين تما في حدا الواقعه حدا الحادثه قال لي كاودي راه ما يعني ما عارفينوش، وبقيت كنصوني عليه توصلوا على زلال وجاوبني واحد السيد قال لي راه السيد راه توفى الله يرحمه يعني لا وانا الى راجعون. وانا ما حضرتش الحادثه يعني ما حضرتش باش نوصف لك ونعطيك على التفاصيل على الحادثه. اخ ديالي كان جاي لازيل غير يقضي واحد الغرض ويرجع للبلاد، هو عامل قالوا 10 الناس اي الطريق ديما كيوقعوا فيها الكسيد يعني عرفتي الطريق صعيبه شويه فيها المنعرجات وفيها طلاعي بزاف، هادشي اللي كيوقع اللي كيسبب في الحوادث في الجبال يعني كثرة المنعرجات كثرة يعني طلاعي. بالنسبة للسلطات تنطلبوا منهم بأنهم يبدلوا واحد المجهود باش يقادوا هاد الطرقان باش ينقصوا من هاد الحوادث اللي كتوقع. إيوا لا السيد فكراش محمد، حيت أنا من عائلته عيسى فكراش، السيد عنده الغرض في زيلال مسكين وهبط لا زيلال قضى غرضه هبط نهار السبت وقضى الغرض. المهم اليوم طلع فسميته في الناقل المجدوج تليت بولي هو وشي لاساتيدا. المهم الطوموبيله راه عامره بالبلايص من اللي وصلت تيغرويزيل من اللي وصل سميتو في طريق بولي من اللي وصلت تيغرويزيل قدر الله اللي قدر وطاح الناس وطاح سميتو وطاح الطوموبيل. إوا ديما كان واحد الجهة كان واحد سميتو واحد الحديدة نيت في جهة يوارد أي تعني الناس شي تقريبا شي 16 شهور هذا ولا 7 شهور ماتوا فيها 24 واحد في ذاك الطريق نيت ديال دمنات. المهم الطرقان راه ما كاينين مع ناس وكذا الطريق هايبة والجبال والطريق وكاع الطريق محفر ما كاين حتى من يدوز الحديد. ودي الخبر مور غير ملي وصل السيد لهنا في السبيطار خدوا الهاتف ديال السيد ديال المرحوم صابوا النمرة ديال مور وعاد المور قال لها ودي فكرك محمد اش تيجي لي قال لها مور في الشلحة اودي راه ولدي قال لها ودي الله يصبرك فيها راه مات صافي جاء الخبر في الدوار فهمتي. حنا جابا راه جينا دروك راه حنا دابا في السبيطار في زيلال راه غنخرجوا سميتو الجود تان ديال البلاد باش ندفنوا. ايوا الله يرحمه الله يرحم كاع الجثات اللي ماتوا كاع المسلمين الله يرحمهم. ايوا هذاك الشيء اللي كاين عامس حتى هذا السيد من الدوار ديالنا نيت محمد فكراش من العائله. حنا في الدوار ملي وصلنا الخبر جينا لقينا هاد الناس ماتوا الله يرحمهم الله يوسع عليهم. جينا لهنايا غادي نخرجوني من نازله دابا نيت ديما كنوقع فيها ديك السيد ديما في الطريق نيت مات فيهم 10 الناس الله يرحمهم الله يصبر العائله ديالهم الله يرحمنا امين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.